أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال جل وعلا: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم. لعله من أنواع الابتلاءات على مدى العصور والأزمنة التي مرت على كل المصلحين المناضلين المجاهدين العاملين في سبيل الله، في سبيل أوطانهم، في سبيل الحرية، لعل فتنة السجن للمظلومين هي من أبرز الابتلاءات التي مرت على عامة هؤلاء المؤمنين المجاهدين المناضلين والمصلحين، ولا سيما الذين يقولون ربنا الله، ويعني ذلك أن الظالمين يعملون ويجهدون على إيذاء وإدخال كل مصلح رفع راية الحق، راية الإصلاح، راية الحرية، يعمدون إلى زجه بالسجن. إن استطاعوا التخلص منه بالقتل عمدوا إلى ذلك، إن لم يستطيعوا غيبوه في سجونهم. على مر التاريخ علماء، فقهاء، مجاهدين، مناضلين، مصلحين عارضوا الظالمين فكان مصيرهم السجن على يدي أعتى السلاطين والحاكمين. نعم، عندما يسجن الإنسان يفترض مع كل أنواع الألم والعذاب حتى يفوز برضا الله سبحانه وتعالى أن يتحلى بخصيصة أرادها الله سبحانه وتعالى أن يتحلى بها في هذا الافتتان، ألا وهي خصيصة الصبر والثبات. ميزة كل مؤمن، كل مصلح، كل ذي شأن مطالب بالحرية حينما يبتلى أنه ماذا؟ صابر محتسب، مسلم لله سبحانه وتعالى بهذا الابتلاء، موكل أمره لله سبحانه وتعالى. الفتنة تحدث متى؟ حينما يضجر الإنسان، حينما يسخط الإنسان، حينما يشعر الإنسان أنه في موضع ليس بطبيعي، بعيد عن الله سبحانه وتعالى. هنيئا لآباء الشهداء، حظوا بخصلتين، فقدوا الأبناء، ضحوا بأبنائهم فصبروا، سلموا أمرهم لله، كانوا من الذين لجأوا إلى الله وتوكلوا عليه وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سجنوا فلم يفتتنوا بعدم الصبر، بل سلموا أمرهم لله سبحانه وتعالى وقالوا الحمد لله رب العالمين. فتنة، السجن فتنة. كثرا أولئك الذين دخلوا السجن وكانت نفوسهم مهزوزة وخرجوا بنفوس صلبة،
بعزائم قوية، بإرادة وعزيمة فولاذية. هذا الرجل الذي أمامي الحاج علي العكري مدام جاي موجود، في التسعينات 7 سنوات يطلع شهر شهرين يريدون يدخلونه سنة، يريد يطلع ويريد يدخل، لما قضى قرابة 11 سنة. أنا صاحبته لم أرى منه سخطا ولا ضجرا، بل حمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى، خصلة من خصال المؤمن حينما يبتلى بهذا الابتلاء. وما أكثر أبناءنا الذين اليوم هم مبتلون بهذا الابتلاء العظيم، بهذه الفتنة العظيمة، فتنة السجن، ولكنهم من أهل الصبر، من أهل العزائم، من أهل الإرادة الفولاذية القوية التي لا تهتز لسجن سجان ولا لتعذيب معذب ولا. أزمة تعصف بنا، تمر علينا وتمضي عليها سنين طويلة، 3 سنين، يزج ويعتقل الكثر من أبنائنا كبارا وصغارا، لم يستثنوا أحدا من الكبار والصغار، من الأطفال، حتى الطفل الصغير اليوم بات معتقلا، بل حتى الأجن في بطون أمهاتهم اعتقلوا مع الأمهات. ظلامة ليس بعدها ظلامة، نساء يعذبن، ولازلنا أمام مشهد قبل قليل لأختنا العزيزة الكريمة الشريفة العفيفة نفيسة العصفور، التي عرفتها امرأة مؤمنة عفيفة بحق شريفة بحق، وهي أيضا صابرة وقوية وصلبة، ولله الحمد. نساء يظلمن ويعتقلن، رموز يمنعن من زيارة أبنائهم ولقاء أحبتهم ومن علاجهم، كأخينا وحبيبنا الأستاذ حسن المشامع، وأخينا وحبيبنا الدكتور عبد الجليل السنجيس، وغيرهم ممن حرموا من أبسط الحقوق في علاج، في رعاية، في اهتمام هنا أو هناك. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل مطلب رفعه هذا الشعب على مدى سنين طويلة، من أجل حراك وثورة قام بها هذا الشعب، من أجل حريته، من أجل كرامته، من أجل العدالة الإنسانية التي ينشدها كل إنسان على وجه هذه الأرض. ماذا طالبنا في هذا البلد حتى نستحق كل هذا العذاب والعناء، فتسجن نساؤنا وأبناؤنا، أطفالنا، رجالنا، رموزنا، علماؤنا، كل ذلك لماذا؟ ألأننا قلنا نريد ديمقراطية وحكومة منتخبة وعدالة وحرية؟ ألأننا قلنا أننا نريد أن نشارك في الحكم ونكون شركاء مع الآخرين؟ ألأننا قلنا لن نقبل أن نكون أذلاء وفئة خامسة أو سادسة في هذا البلد يقدم علينا الأجنبي والمجنس وأبناء العوائل والقبائل ونحن في أسفل السافلين؟ لا. لأننا رفضنا أن نكون أذلاء فيكون مصيرنا السجن؟ حتى إنسانية الإنسان لم تحترموها، احترموا على أقل التقادير إنسانية الإنسان في بساطتها، في عفويتها، في فطرتها. رجل دين مسالم طالب بحرية وطنه وشعبه، تهمته الوحيدة إبداء الرأي، يعتقل
يزج به في السجن، يحكم بأقسى الأحكام، يعذب، وزوجته على فراش الموت، ويرفض أن يراها، أن يلقي النظرة الأخيرة عليها. كل هذا لماذا؟ لأي جرم ارتكبه هذا الشعب حتى أبسط حقوق الإنسانية لا يعطى إياها؟ في أي عالم نعيش؟ بأي مذهب وخلق ودين نحكم؟ إذا كان كل هذا الظلم، إذا كان كل هذا البطش، إذا كان كل هذا التعسف من أجل أن نتراجع، أن نكف، أن نجلس في بيوتنا خانعين راكعين مسلمين بظلم الظالمين، فنقول لهم لا وألف لا، هذا لن يكون لكم. بعد هذه الثورة لن يكون لكم. إذا ظننتم باعتقالكم وملئكم للسجون بأنكم ستنهون هذه الثورة وهذا الحراك، وستجبرون هذا الشعب على أن يبقى في بيوته خانعا راكعا مسلما لكم ولحكمكم، فهذا هيهات كما يقول، هذا هيهات. جربتم الآن على مدى 3 سنين في كل ليلة، في كل أسبوع، في كل يوم حراك، هنا مسيرة وهناك اعتصام، هنا وقفة وهناك تجمع، ولم يمل ولم يكل هذا الشعب. في كل محطة وانعطافة يراهنون على أن هذا الشعب ضعف وسينهار وسينتهي. الآن متى؟ كم مضى علينا ونحن نسمع هذه الرهانات؟ وغدا موعد آخر، جمعة أخرى، والشعب أيضا سيسطر ملحمة أخرى ككل جمعاته على مدى 3 سنين من هذه الثورة لم يكل ولم يمل، بسلمية، بهمة وصلابة وعنفوان لم يشهدها التاريخ. الكل يعجب من صلابة هذا الشعب وصموده رغم ابتعاد ورفع اليد من كل العالم عنه، إلا أنه لا زال صامدا وسيحصد ما أراد. اعتقلتم، قتلتم على مر السنين في كل الحقب، لن أقول كذا وكذا 100 سنة، من 50s، من 70s، من 80s، وفي 90s، ماذا جنيتم؟ وها أنتم اليوم تمارسون ذات الفعل: قتل، سجن، بطش، تعذيب، ملاحقات، تهجير. ذات السيناريو يتكرر في كل حقبة. وبعدين إلى أين تأخذون هذا البلد؟ هل سترمون بنا إلى البحر؟ لا، لن تستطيعوا فعل ذلك. إذن وما الحل؟ أن يستمر البلد على ما هو عليه؟ أحد الجلادين في 90s بعد اعتقالي، بعد المبادرة، جاء لي في سجن الانفرادي، حيث كنت في سجن أسري لوحدي في البحر، فجاء لي قال: إما أن تفعل كذا، وإما مصيرك 10 سنوات لن ترى أهلك. وكان شهر رمضان، كان شهر رمضان، مضت السنين 3, 4, 5 سنوات، مارسوا ما مارسوا معنا، خرجنا بعد 5 سنوات
مرفوعي الرأس، هاماتنا عالية كلنا كالجراد المنتشر، خرج كل أخوتنا وأحبتنا من السجون في التسعينات. ماذا جنى هذا الجلاد؟ حشرة رمية كالحشرات، تخلى عنه أسياده ونحن أصبحنا بكرامتنا وعزتنا ومكانتنا. واليوم سيعيد التاريخ ذات المعنى. سوق اليوم من الأحكام كما قال أمين العام، تدخل من باب بريء تطلع من باب الثاني 15 سنة و 25 سنة و 50 سنة سوق في القضاء. هل يستمر هذا الفعل؟ هل سينهينا هذا الفعل؟ لا. أنا أبشركم ولست أنا، الله يبشرنا بأن جزاء الصابرين ماذا؟ نصر وكرامة من الله سبحانه وتعالى. هذا ما سنناله إن شاء الله في القريب العاجل. نحن لم نخسر شيء الكثير، بصبرنا بعنفواننا بصمودنا حياكم سننال إن شاء الله ما نصب إليه في القريب العاجل. أقول لكل من يراهن على أن السجن والقتل والبطش هو حل لهذا الوطن، ابحثوا عن حلول أخرى غير السجن، فإن هذه الحلول لا تجدي نفعا بعد اليوم. إذا كنتم جادين فأيدينا نكررها مرارا وتكرارا جادة للبحث عن حلول جادة لإخراج هذا الوطن من محنته، ليقف هذا الوطن من جديد على قدميه يتساوى فيه كل أبنائه من دون فرق بين سني وشيعي وآخر، الكل متساوين تحت عنوان المواطنة. يحكمنا عنصر المواطنة وليس القبيلة وليس المذهب وليس الطائفة وليس المال وليس الجاه. هكذا نريد الوطن، نحن كما كنا في كل خطوة يمكن أن يكون فيها حل بحوار جاد نسعى، حينما نرى الجدية سنكون جادين. دعينا بالأمس فذهبنا ولبينا الدعوة، إذا كانت هناك جدية فنحن جادين، إذا كانت هناك عزيمة فنحن أقوى وأكثر عزيمة من أجل الوصول إلى حل. لن نتردد، لن نخشى، لدينا مبادئنا، لدينا قيمنا، لن نخاف أن نسلم. وندعو أحبتنا أن لا يخشوا أيضا أن لا يخافوا. لقد جربتم أحبتكم في الجمعيات السياسية في القوى الوطنية، لم يخذلوكم، لم يسلموكم يوما ما، ولن يبيعوكم ولن يخذلوكم، سيقفون معكم دائما وأبدا في البحث عن حلول بأقل الخسائر وبأكبر وأعلى الأرباح بإذن الله سبحانه وتعالى. دعائي بالفرج العاجل عن كل أحبتنا وإخوتنا من المعتقلين من موقوفين ومحكومين، أن يمن الله عليهم بالصبر وبالثبات وبالفرج العاجل إن شاء الله، ونراهم إن شاء الله قريبا بيننا محتفلين معهم بالنصر المؤزر، والحمد لله رب العالمين.